المرسلين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به لحيته إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتم من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتم إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل. فلم يرم، نعم، فلم يرم، هنا يرم، فلم يرم حمص حتى أتاه. فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. ما زلنا مع كتاب بدء الوحي وفي آخر هذا الكتاب. بدأ طبعا بدأنا قصة هرقل أبو سفيان رضي الله عنه مع هرقل، وجاء الآن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا أن هذا من أقوى الأدلة، عوض أن يستدل بحديث كل أمر لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أبتر أجدم إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا يصح منها شيء البتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يستشهد؟ أول شيء يستشهد بكتاب الله، أول شيء كتاب الله جل وعلا. ما من سورة إلا براءة، إلا وافتتحها الله عز وجل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أيدينا، أنه كان يراسل الملوك فكان يبدأ رسالته بسم الله الرحمن الرحيم. واضح، هذا هو الاستدلال الصحيح في هذا الشأن. أما أحاديث في هذا الباب فلا يصح منها شيء كما قلنا. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم لن نقف معها طويلا، فمن أراد فليرجع إلى شروحنا، فقد فصلنا القول في ماذا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم لو خضنا فيها لطال بنا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، من محمد عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل. وفيه كما قال أهل العلم أن السنة أن يبدأ بنفسه، أو أن يبدأ الكاتب بنفسه، وهذا جرت الناس عليه من فلان إلى فلان. إذن من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. طبعا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مدح ولكن وصف ملك الروم بالعظيم. لماذا؟ للتأليف، لتأليف قلبه، لأنه ملك، فأنزل الناس منازلهم، وهذه لا بد أن يقتدي بها المسلم حينما يخاطب من هو ذو مكانة ومنزلة. فلا بد أن يراعي ماذا؟ أن يراعي المنزل والمكانة، وإلا كان سوء أدب منه، كان سوء أدب منه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كافرا ويدعوه إلى الإسلام، لكنه ينزله ماذا؟ منزلته إلى هرقل عظيم الروم. قال سلام على من اتبع الهدى. قال أهل العلم كيف يطلق السلام على من ليس بماذا؟ المسلمين. إنما السلام على من؟ على المسلم، هو الذي يحيى بماذا؟ بتحية الإسلام. وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكنش تعالى. لا، احنا ديما تعالى. اش غتقول يا الزياده؟ الزياده من راس الحمق. قلنا شحال من خطره، علاش؟ لان الموطن موطناش.
ديما كنذكركم ما وطيناش تعبد. خذ قاعدة، الموطن حينما يكون موطن تعبد فالأصل في العبادة التوقف، الأصل في العبادة الحضر، الأصل في العبادة المنع. كل هذه مرادفات لمعنى واحد، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تأتي بشيء تعبدي إلا أن يكون ماذا؟ ماله؟ ما شروعا ورد. لذلك ورد الذي علمنا السلام من؟ رسول الله. لذلك قالوا ها لقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فإذا السلام قال عليه الصلاة والسلام من قال السلام عليكم عشر، السلام عليكم ورحمة الله، قال تعالى انتم جاوبوني ما كاينش تعالى، قلب فتش وجي لينا تعالى كاينه كاينه. يقول واحد وين اللي راه تعالى يا سيدي تعالى وتعاظم وجل جلاله ولا لا؟ واش يجي كاين نكرناه كاين، لكن هنا تعبدي السلام عليكم ورحمة الله مترتب عليه آش الأزرى. وخذها قاعدة، كل عمل رتب عليه ثواب اش كيولي؟ عبادة. صافي، علاش؟ لأن هي دي العبادة. اش معنى العبادة؟ ما معنى العبادة؟ معنى عام ولا خاص؟ هذا عام خاص، خاص لأن العبادة تنقسمات، عبادة عام، عبادة معناها بمعنى العام وبمعنى الخاص. المعنى العام زيد وانت تعود العبادة التعبد سر الدوران يا رجل التذلل زيد لله. صافي طارت. هو اللي كنقول لك تعبد، عاود قلت لي تعبد. التذلل لله محبة لاش وتعظيما بفعل المأمور واجتناب المحظور على وفق ما شرع الله. كي تسمى هذا؟ عباد. ولكن عيدا معناها اش؟ العام. لذلك اش؟ اعبدوا الله ما لكم من إلهين. قالوا جميع الرسل لنا كل شيء جابوا بهذه العبادة معناها العام، لكن معناها الخاص اسم جامع لكل ما يحبه. اسمع، لكل ما عود يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا معنى حينما نقول يحبه الله إذا رتب عليه آش، قالوا هنا ليس السلام المقصود به آش، أولا أنه آش قيده سلام على من اتبعه الهدى، فإذا معناه الذي لم يتبع الهدى فلا سلام عليه، هذا هو المقصود. لكن قالوا هنا السلام سلام من عذاب الله إن أسلمت، سلام من عذاب الله إن أسلمت، لمن أسلم فقد سلم ولا لا؟ قد سلم. إذا من تبع الهدى. أما بعد، وهذه أما بعد مرت معنا كثيرا اسمه مسيح. فصل الخطاب، الله أكبر على فصل الخطاب. ندوزو، الله يسمح، الله يسمح. أما بعد، هذا غنجي أما وبعد، وبنيت على الضم، وحينما تبنى على الضم دلالة على القطع. مالكم ياك؟ نعم، عشان نديرو ندوزو، ندوزو اللي نبغو، الله يسمح. حيت علاش قلنا هادشي؟ لا اسال الا فيما ذكرته وفصلت القول فيه. فقلنا ان البعد والقبل ان ضمت، لان الاصل فيها لا تبنى على الضم، كتبنى على الضم ما لكم لا تنطقون، ما كتبناش على الضم. لكن ان بنيت، لان هي معربه، ان بنيت على الضم
ايش غسوا؟ دل على القطع، فحينما يدل على القطع دلت على أن هناك آش محذوف مقدر يقتضيه المقام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أنت تنكي نحن الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وبعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، في رواية مسلم بداعية الإسلام، والمقصود بدعاية الإسلام وداعية الإسلام معناه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال أسلم تسلم، أسلم تسلم، يدعوه لماذا؟ للإسلام. يؤتيك الله أجرك مرتين، لقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم ماذا؟ مرتين. كيف يؤتون أجرهم مرتين؟ مرة أنهم آمنوا بنبيهم، والمرة الأخرى أنهم ماذا؟ آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن يؤتون أجرهم مرتين. وقال بعض الشراح أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتك الله أجرك مرتين، قال أجرك أنت بإيمانك ومن تبعك. وهذا لا شك ليس له بل هو عام، ليس كذلك؟ حديث من؟ اذكروا الحديث. أحسنت. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وعكسه أيضا، من دعا إلى ضلالتي فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن توليت أي أعرضت فإن عليك إثم الأريسيين، الأكاريين، والأكار في لغتهم هو الفلاح الحراث،
ده هو الأصل الصحيح لورود الرواية بذلك. فعليك إثم الأريسيين، عليك إثم الفلاحين. ثم قال وذكر الآية، قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة، أي كلمة هذه؟ عدل، حق نلتزم بها معا. كلمة سواء بيننا وبينكم، شيء الكلمين التي ستأتي بعد، كلمة عدل وحق، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نعبد إلا الله ونشرك به. توحيد ولا توحيد؟ ما لكم؟ هو التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كلمة التوحيد. لذلك اشتملت على نفيين وإثبات، نفيين وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله، وإثباتها لمن؟ له جل وعلا. لذلك النفي والإثبات هو المدحو، لأن النفي المحض لا مدح فيه، كما أن الإثبات لا ينفي المشاركة. لا، الإثبات لا ينفي المشاركة، والنفي المحض لا مدح فيه. ما تقولهاش لا نفيتي لا عالمة، نفيتي ولا ما نفيتيش؟ مالكم؟ نفيت، لكن هل فيه مدح؟ ما فيش مدح، لأن كل شيء لا عالمة. لكن حينما تقول إلا زيد، إلا زيد، عبد ندخلوا له إلا زيد نسيت، لا عالمة، بمعنى بانكم. هذا هو المدح، نفينا العلم عما سوى زيد. كذلك كلمة واش التوحيد، نفي وإثبات. قال أن نعبد إلى الله ونشرك به شيئا، قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كيف يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟ معنى لا يدين بعضنا لبعض من دون الله في معصية الله. ايش قلنا؟ أربابا من دون الله، بمعنى لا يدين بعضنا لبعض من دون الله في ايش؟ في معصية الله. في معناه أنه حينما تعصي الله عز وجل في طاعة الخلق اتخذته أربا من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قصة من هذه؟ شكون يعرف السبب؟ معروفة. نعم، سبب في ورود الآية. لا طيب من هو؟ عدي بن حاتم. لا، قال: أما حللوا لكم الحرام. عدي بن حاتم، ألا ما حرموا لك؟ ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اتخذناهم أربابا من دون الله، ما اخذناهمش أربابا من دون الله. قال: أما حللوا لكم الحرام فحللتموه، أما حرموا عليكم الحلال فحرمتموه. قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. تلك آش عبادتهم، وفيها نصيحة. أنت تقول لي يرى هذا الوضع المجتمع وهادشي اللي كاين القوانين والخبير والصداع وكذا، الخبير هذا كل شيء من قلبي، كل شيء خالف شرع الله لا يتبع. فهمتيها ولا لا؟ كل ما يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم آش لا يتبع، إلا إذا صرت مكرها. حينما تكون مكرها إلا من أكرها وقلبه مطمئن آش. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ تقول لي لا كنا نديروا الحالة وهذا الوضع وهذا هو كذا، هذا كله ما خدامش. فهمنا؟ ياك عيني واسمعي يا جارة. ها؟ فهمتاش ندندن؟ ها؟ كل ما يخالف شرع الله عز وجل لا يتبع. فهمنا؟ لا يتبع. ها؟
هيدا الكاش ولا غتغاش غدخل فاش في الآية أمر واضح بين. بعضنا أربابا حرموا الحلال وحلوا الحرام، يقول لك لا لا أبدا. قال فإن تولوا، سبحانه وتعالى قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا، اشهدوا أي علينا بأن مسلمون، بأن مسلمون معنى منقادون لربنا بالعبودية، إن هذا هو الإسلام. شنو هو الإسلام؟ شنو؟ إذن الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة، ثلاثة ثلاثة. ما تقولش أنا مسلم، هذه ما فيهاش أنا مسلم، ما بالفم لا. شو الاستسلام لله يزيد بالتوحيد، الانقياد له من اسلمت لله عز وجل لا صار لزاما عليك أن تنقاد لأمر الله، افعل ولا تفعل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يكفي الله تلت البراءة من الشرك وأهله. لذلك كل ما يحبه الله فنحن نحن نحبه، وكل ما يبغضه الله فنحن دون إيمان. معدي الإيمان ولا لا؟ ماشي الله يبغض انتقد العكس. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. طيب قال أبو سفيان فلما قال ما قال، معنى أسئلة وأجوبة التي مرت معنا قبل هذا حينما سأله كيف هو فيكم النبي عليه الصلاة والسلام 12 سؤالا. فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب. الصخب وهو اللغط وارتفاع الأصوات تصادمها بينهما في المخاصمة يسمى صخب. وارتفعت الأصوات وأخرجنا، معناه أبو سفيان رضي الله عنه ومن معه حينها خرجوا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر بالفتح والكسر ثم فتحين، أمر بمعنى عظمة، لقد أمر أمر بن أبي كبشة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى جده. وفي الأنساب يقولون أن العرب إذا أرادوا الانتقاص في النسب نسبوه إلى الجد الغامض، إلى بغوا ينسبوا شي حد وأرادوا منه آش الانتقاص يعني آش تنقص منه، فإنه ينسبونه إلى آش إلى جد يعني ماشي معروف نساء بني الأصفر رجل ناس رقيق القلب أن أرى إحداهن فآش أي درني ولا تفتني. قال فما زلت موقنا أنه سيظهر في الرواية، فلا زلت مرعوبا من محمد صلى الله عليه وسلم حتى أسلمت، لأن شافاش ملك الروم هرقل يخاف من 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 النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باقي آش باقي مكينون، هذا وصل وعاش الكتاب، ولذلك نصرت بالرعب مسيرة شهر. أعطانا الله خمسا لم يعطونا آش نبيا قبلي، نصرت بالرعب الخوف الوجه تعال يعوصل البيبان ويحلوه أسيدي لا العزة، ولله العزة ولرسوله هو العزة لا إله إلا الله، حتى أدخل الله علي الإسلام. ثم قال وكان ابن الناظور وابن الناطور ضبطاني، كلها صحيح، ابن الناظور وقيل ابن الناطور، هنا الواو من ناحية يلا زيد ضبطاني
من ناحية السند، لأن كانت رواية أبو سفيان قال وكان، شكون أبو سفيان الذي قال كان وكان؟ ما الذي يقول أن وكان؟ الزهري انتقل السند الآن، هذه الواو تسمى عاطفة والتقدير عن الزهري، علاش؟ لأنهم قالوا أن هذا معلق، هذا ليس معلقا. لذلك ابن حجر العسقلاني يقول قد وهم وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث معلق، الذي هو وكان إلى يديه، قال هو ليس معلق، إنما من حديث الزهري بسنده. وكان ابن الناظور، ابن الناظور قال صاحب إلياء، طبعا ابن الناظور هذا كان عندهم يسمى، قالوا إما الحافظ للخيل للنخل عفوا، أو قالوا هو حارس البستاني، يسمى عندهم الناطور والناظور أيضا. صاحب إلياء معنى أميرها، كان أميرها. وهرقل سقفا، تعرفوا السقف هو رئيس دين النصارى، كيتسمى عندهم الرئيس ديال دين النصارى كيتسمى سقف. كان سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، معنى مهموما، فقال بعض بطارقته، البطارقة هم الخواص في الدين النصارى يسموا بطارقة، قد استنكرنا هيئتك، يعني استنكروا الحالة التي هو عليها. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء بمعنى كاهنا، كان الملك في نفس الوقت كاهنا ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، مش ظهر معنى بدأ، لا ظهر بمعنى غلب، لأن في الرؤيا أنه سيملك موقعه الذي هو فيه، فقال قد ظهر ملك الختان، معنى أنه هو ملك للذين يختتنون، فمن يختتن من هذه الأمة، يسأل هو، قال من يختتن من هذه الأمة، يعني في هذا العصر من الذي هم يختتنون؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فحين قالوا له هذا أشاروا عليه، فقالوا فلا يهمنك شأنه، معنى لا يضر شأنهم، علاش؟ لأن اليهود لا يخاف منهم، هو الشر كله. لكن حينما تكون مبتعدا عن عن دين الله، حينما تكون مبتعدا عن دين الله سلط الله عليك اليهود والنصارى، لكن حينما تكون متمسكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعون لك منفذا ملكم أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شكون؟ كتاب الله والسنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لن تضلوا لن تضلوا، قاعدة معروفة محتاج تزواق وآرمت كما كنقولوا احنا، بهرجها وزوقها وحطها وكذا لخيره، القاعدة عندنا قول الله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى زيد حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى، سمعتها معناه خوتنا ما والو، أهل خداع ونفاق وشر ونقض للعهود والمواثيق. فإذا ما عمرك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حدوى القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب ما دخلتم،
فقال الصحابة من؟ قال اليهود والنصارى. قالوا الصحابة يعني تقصيد النبي صلى الله عليه وسلم تقصد بهذا اليهود والنصارى. قال فمن القوم إذا؟ إلا ما كانوش اليهود والنصارى شكون هو؟ معنى لابد أن تختار احتياطا تاما. فقال هنا واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم عن المشورة أتي هرقل برجلين أرسل به أو أرسل به ملك غسان. قيل أن المرسل هنا هو عدي بن حاتم، هو الذي أرسل بالرسالة من طرف ملك من؟ غسان حينها. وملك غسان حينها كان من؟ لحية. ما كاينش يسلم، فهمنا؟ من العرب هو، لكن كان تحت إمارة الروم. فقال يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. هذا الذي أرسل جاب الرسالة، واش مختتن ولا اش؟ ولا غير مختتن؟ في الرواية بعد الرواية فجردوه فوجدوه مختتنا. هنا في الرواية فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن. وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل عفوا هذا ملك ملك كلا الضبطين، هذا ملك هذه الأمة وملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية يعني المدينة، اسمية شوية فيها طغطار أو طغاطر هكذا أسمي هذا الدولة، صاحب المدينة الأخرى كان حاكما هناك، وهو صاحب من؟ هرقل. وكان على دين النصارى وكانوا ينتظرون خروج، لأنه أرسل إليه سيقول له نفس الأمر. قال ونظيره في العلم. وصار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص، بمعنى لم يبرح مكانه في حمص، حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي. هو كان حزاء حاله كان حزاء بمعنى وكرهنا، إذن وافقه بخروجه وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم. هنا صاحبه أسلم فقتلوا. شكون اللي قتلوه؟ البطارقة ولا أساقفة؟ بلغ فخرج قال قد جاء النبي الذي الموعود وعندنا العهد به فأسلموا، فإني أسلمت فقتلوا. لكن هرقل لم يسلم على الصحيح، لأنه لم يسلم. لماذا؟ لأنه آثر ملكه على على الإيمان، آثر الملك. لذلك ستأتي القصة ستسمعونها الآن. ولذلك قال هرقل لعظماء الروم في دسكرة، دسكرة هو القصر الذي حوله بيوت، عندهم بلغة يسمى دسكرة. ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد؟ أش بغيت عبد بلاش دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت ملككم. لأنه لو دخلوا الإسلام غيبقى واش؟ غيبقى على ملكي، هو سيبقى على الكرسي وقومه تحت حكمه. يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فحاصوا بمعنى نفروا، حاصوا بمعنى نفروا. قال حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، ما قالش الأنعام، قال حمر الوحش. علاش؟ لأن نفور حمر الوحش أشد نفرة من
من الاش من الانسيه التي اربيت بين اش الانس في نفورها ماشي بحال الوحوش. قال فوجدوها قد غلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان ايس من ايماناش من جهتهم انه ماش لما راى ما فعلوا وايس هو الايمان من جهته لانه اراد اش ان يبقى ملكه ولا يقتلوه كما قتلوا صاحبه. قال ردوهم علي وقال اني قلت مقالتي انفا اختبروا بها شدتكم على دينكم اختبروا بها شدتكم على تحرميات. تعرفون الكلمه ديال التحرميات هي لصلاحنا شيطان ذكاء الناس بشيطانتهم ويضرب دابا الى سلموا احنا مزيان لينا ما سلموش مزيان لينا عن راه بغينا عن خافوا قتلوه قال لي راه بغينا عن نشوفوكم واش فانتبه اياك ان تكون حرباء في دين الله لا الى هؤلاء ولا الى اش هؤلاء ها. لذلك شر البريه من له وجهان كما يقول ابن القيم في نونيته لا تمشي ذا وجهين من بين الورى لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البريه من له وجهان. لو شر ولا ماشي شر يعطي وجه من هنا وكيديرهاش يتلون كاش كالحربائي. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. إذا قال فقد رأيت يعني منكم ما أحببت ما شفت منكم هذاك الشيء اللي بغيت بدا نشوف واش تابتين ما هو كان يلعب على اش على الحبلين. قال فسجدوا له العبودية ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل يعني آخر شأن هرقل في هذه القصة لأن ورد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم راسله للمرة ثانية ولذلك كان في مؤتة وفي في معركة مؤتة وفي معركة تبوك أحسن بل وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا فقسمه على أصحابه ولذلك قاتله الخلفاء من بعد ذلك. وإذا اختلفت المؤرخون قالوا هل هو أم ولده. ابن حجر يرجح أنه الظاهر قال أنه هو أنه هو فقتلوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيملك ملك كسرى وقيصر زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وقد زوي لها من ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بشرعه لا بشخصه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملكها لا بشخصه لكن لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان في فتوحات الفرس والروم كانت من بعد من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال هنا رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري نديروا حال داك اللي داز لا ما كاين بس هنا رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري معناه انه رواه عن راو واحد منه الذي هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ولذلك رواه صالح بن كيسان البخاري اخرجه في صحيحه هذا الحديث هذا أخرجه كنا قلنا أن البخاري من منهجه أنه يورد الحديث مكررا وقد يحذف منه ينقص ويزيد بحسب ما يريد من التبويب رحمه الله. ولذلك روى هذا الحديث عن صالح بن كيسان في كتاب الجهاد وروى عن يونس في كتاب الاستئذان ورواه عن الزهري
في كتاب التفسير. عن نفس السؤال الذي هو عن الزهري، ليس بنفس السند لكن عن الراوي عن الزهري الذي روى عنه الزهري، وهو من؟ عبيد الله بن عبد الله. فكده كلها موصولة. هنا بقت عندنا واحد المسألة باش نسيلوا اللبس، شنو هو؟ قد يقول قائل فإن قيل كيف ساغ للبخاري أن يأتي أو أن يورد هذا الخبر المشعر، اسمع، بتقوية أمر المنجمين. يبقى إشكال لما يبقى إشكال. شوف أهل العلم كيحيدوا لك كاش قال لبرية اللي غد دخل لك فراسك كاش خصون يقتلعون أجدار آش شبهة من جذرها. قال كيف شو نذكر أنه كان حزاء وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا سيخرج وسيملك وكل شيء اللي ذكره آش صحيح. فآش هل يدعو هذا إلى قمر المنجمين؟ لا، لأمرين اثنين. الجواب لأمرين اثنين، شوف عندك بالنسبة للطلبة. الجواب الأمر الأول لم يقصد ذلك، بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق، يعني على نبوته جاءت من كل، هذا لا يستند عليها، لكن ايش باش تعرف بأنه ايش قد تواتر فيها ما هو صح وما هو آش حتى الباطل الذي هو مبطل في ديننا. هذا هو الذي يقصد من كل طريق وعلى كل لسان، من كاهن أو منجم، محق أو مبطل، إنسي أو جني. هذا هو القصد الذي أراد منه آش هذا الإيراد. الأمر الثاني أن البخاري، شوف سبحان الله العظيم، البخاري من شدة فقهه وذكائه، شنو هو الكتاب اللي بين أيدينا؟ بدأ الوحي ولا لا؟ شوف بدء الوحي باش بدأه، إنما الأعمال بالنيات، واختتمه بالنية. إذا بدأ الكتاب بالنية وختمها آش بالنية. إيش بيقصد البخاري؟ قال اكتب، ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، كأنه قال إن صدقت نيته. من؟ هرقل. إن صدقت نيته، لذلك إنما الأعمال بالنية. قال إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة، انتفع بها آش في الجملة، إنما الأعمال بالنية، وإلا فقد خاب وخسر. وهي ثانية، وهي آش الثانية. فمن القصد فيقول لك آش الحديث في الأول بدء الوحي وفي آخره بدء الوحي بحديث إنما الأعمال، وختمها آش إنما الأعمال بالنيات، والله تعالى أعلم. وهنا نقف ونكون انتهينا من كتاب آش بدء الوحي، وسندخل على كتاب الإيمان. لكن هناك تنبيه، تنبيه، وهو سننتقل من الأصل إلى المختصر. فهمنا؟ سننتقل من الأصل الذي هو صحيح البخاري إلى مختصر البخاري. علاش؟ باش ما نبقاوش نتكلموا على السند، لأن السند تكلمنا عنه بداية، تكلمنا عن السند فبينا لكم منهج البخاري في في انتقاء أحاديثه. فهمنا؟ إذا ما نبقاوش كل مرة نتكلموا فاش السند، فسندخل مباشرة على على المتن، إلا إذا كان هناك داع لبيان أمر ما متعلق بالسند، حيث أنه انتقد ذلك الحديث على البخاري أو شيء من هذا، فحينها غنبينه. قلت إن على خاطرك تحيتي مفهوم؟ لكن حينما إن شاء الله تعالى ندخل إلى مصطلح الحديث، هذاك الساعة غتشوف عجبا عجابا، هذاك شيء أمر آخر. هذيك الساعة باش تقول رانا حينها تبان لك القوقو البرقوقة.
مفهوم؟ الله يوفقنا يكون الخير إن شاء الله تعالى. إذن الباب الذي إن شاء الله تعالى بعده هو كتاب الإيمان، فاحرصوا دردين ذا حيث كتاب الإيمان سنفصل فيه تفصيلا لا على ما ذكره البخاري فحسب، لأنه أشار البخاري ومرة احنا سيدي غنقعدوا على كتاب وكأننا ندرس كتاب الإيمان. هو قال كتاب الإيمان وحنا غنعرفوا اش كل ما يتعلق بإذن الله عز وجل بكتاب اش الإيمان. وفقنا الله ويكون محب ورضا وجعلنا وياكم من الذين يستمعون وقالوا في يتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.